ألف مبروك للجميع. الأمر شيخ على الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين، ومنه دائما وأبدا طلب السداد والتوفيق والنجاح. متابعينا الكرام، نلتقي بحضراتكم في مساء يوم الخميس 24 نوفمبر 2021 للميلاد، وفي هذا اليوم الذي نشهد فيه تحديات وانطلاقات سن الحقائق. ضمن تحديات وانطلاقات هذا السباق المحلي الخامس على بركة الله، أعلنت بداية وانطلاقات سابع الأشواط لفئة الإبكار، ومع تحديات سن الحقائق وجائزة هذا الشوط تايوتا لاند كروزر بيكاب، رصد للفائز بالمركز الأول نبحر مع مقدمة الشوط. ومع المركز الأول ليتقدم في هذه اللحظات علي بن عبد الله بن علي الفهيدة المري، هو المتقدم مع المركز الأول مع انطلاقة شعاره، وهذه تغرودة لمهدي بن بطشان بن صالح المحامض اليامي من يتقدم وينطلق مع اندفاع التغرودة مع المركز الأول ومع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني القدوم والوصول من شعار قاسيم دافود مع تقدم جريس مع المركز الثاني والمركز الثالث، القدوم والوصول في هذه اللحظات من قبل شعار الزعبي من يقدم لنا مودة، سعيد بن راشد بن عبد الله المري من يتقدم مع ثالث المراكز، والمركز الرابع القادمة في هذه اللحظات الجزيرة علي بن عبد الله بن علي الفهيدة المري هو المتقدم مع المركز الرابع والمركز الخامس، الوصول والقدوم من قبل منصورة مانع بن فرج بن مانع اليامي من يتقدم في هذه اللحظات مع خامس المراكز وخامس التحديات. نكتفي بهذا النداء للمراكز الخمس الأهم والأبرز في هذا الشوط، ولكن نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول. من تتقدم تغرودة مع المركز الأول تنطلق مع الصدارة لمهدي بن بطشان بن صالح المحامض اليامي من يتقدم ويقود المسيرة ليقدم لنا تغرودة مع المركز الأول ومع صدارة الشوط. تنطلق في هذه اللحظات وتندفع مع المركز الأول، تقدم لنا هذا الأداء المتميز، وأبناء ميدان نجران هم المتقدمين في هذا الشوط المنطلقين من أجل الناموس الثمين مع المركز الأول المركز الثاني، القدوم والوصول من مودة. سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي هو المتقدم مع المركز الثاني والقادم الجزيرة، وحذاري من الجزيرة من تحتل المركز الثالث بشعار البطين علي بن عبد الله بن علي الفهيد المري يقدم الجزيرة مع المركز الثالث والمركز الرابع، القدوم والوصول من قبل منصورة لمانع بن فرج بن مانع اليامي هو المتقدم مع رابع المراكز. والأسماء التي بدأت بالظهور بدأت بالقدوم، أتابع في هذه اللحظات شعار قاسيم دافود مع المركز الخامس، وشعار بن جبران ينضم للمعركة الأمامية ليتقدم رويدا رويدا يقدم لنا شعاره مع تقدم ظن جابر بن سالم بن جابر الجربوعي المري هو المتقدم في هذه اللحظات، يتقدم من مركز إلى مركز بحثا عن الفوز والناموس. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول، تغرودة تغرودة مع المركز الأول منذ البداية إلى هذه اللحظات تحكم القبضة على أمور ومجريات هذا الشوط بشعار بن بطشان هو المتقدم، مهدي بن بطشان بن صالح المحامض الماء اليامي يتقدم وينطلق، ولكن الجزيرة بدأت بالتسلل والتقدم والانطلاق والاندفاع إلى مقدمة الشوط، ومع آخر الأمتار علي بن عبد الله بن علي الفهيدة المري يقدم لنا الجزيرة مع المركز الأول. الله الله الله، صاحبة العوايد وصاحبة الإنجازات، صاحبة سيارة في المحل الثالث تضيف هذا الإنجاز التاريخي لشعارك يا البطين علي بن عبد الله بن علي البطين. تهانينا تهانينا
يا ابن عجايب من يظهرون العجب العجاب مع تقدم الجزيرة ومع الامتار الاخيرة ليعبر السلام الى ابناء المملكة العربية السعودية. تهانينا والف مبروك لعلي بن عبد الله بن علي الفهد المري على انتصار الجزيرة وحصولها بالمركز الاول. المركز الثاني وصلت تغرودة لمهدي بن بطشان بن صالح المحامض، والمركز الثالث كان القدوم من قبل مودة لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، والمركز الرابع من قدمت مع المركز الرابع منصورة لمانع بن فرج بن مانع اليامي، والمركز الخامس كان القدوم وكان الوصول. المركز الخامس رابع المراكز كان من نصيب كيارة سليمان بسلامة بن سليمان الفايدي الجهني، وخامسا منصورة لمانع بن فرج بن مانع اليامي من احتل المركز الخامس. نعود بالتهاني والتبريكات لمالك الجزيرة على هذا الفوز. تهانينا والف مبروك لعلي بن عبد الله بن علي الفهيدة. 6:23 توقيت صاحبة المركز الاول. المركز الثاني تغرودة مهدي بن بطشان بن صالح المحامض، اليامي من احتل المركز الثاني في هذا الشوط، ومن قدم لنا تغرودة مع ثاني المراكز. وتوقيت تغرودة صاحبة المركز الثاني في هذا الشوط توقيتها من مسافة 4 كيلومترات 6:05:81. المركز الثالث من نصيب مودة لسعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح، والتوقيت الزمني 6:05:96 تهانينا والف مبروك.